الفصل الخامس كارما يوغا عمل في ذكر كريشنا. قال أرجونا: يا كريشنا، لقد طلبت مني أولا الزهد في العمل، ثم مدحت الزهد في جزاء العمل. هل لك أن تتفضل علي فتخبرني بالتحديد أيهما أفضل؟ قال الرب: الزهد في العمل والزهد في جزاء العمل كلاهما يقود إلى التحرر، لكن أفضلهما هو الزهد في جزاء العمل. إن الذي لا يكره ولا يطلب جزاء عمله هو زاهد دوما. مثل هذا المتعالي عن الازدواجية يتغلب على الرهن المادي بسهولة ويتحرر كليا. يا شاكي السلاح أرجونا، الجاهل وحده يعتقد أن كارما يوغا تختلف عن سانكيا. يقول العلماء حقا أن من يكمل أحدهما يحصل على ثمار الاثنتين. من يعلم أن المقام الحاصل بفلسفة سانكيا يمكن بلوغه بالزهد في جزاء العمل أيضا، وبالتالي يرى أن درب الدراسة التحليلية ودرب الزهد في جزاء العمل هما درب واحد. يرى حقا دون العشق الإلهي لا يسعد الإنسان بمجرد الزهد في العمل. إن الحكيم المتطهر بالعشق الإلهي يدرك الحق العظيم دون أدنى تأخير. من يطلب العشق الإلهي ويكون صفي النفس، ومن يلجم عقله وحواسه، هو عزيز على كل حي وكل حي عزيز عليه، رغم أنه يعمل دوما إلا أنه لا يرتهن أبدا. من بلغ الوعي الرباني رغم انشغاله بالمرئيات والمسموعات والملموسات والمشمومات والأكل والتنقل والنوم والتنفس، يعلم دوما ضمنيا أنه ليس الفاعل على الإطلاق، لأنه أثناء التكلم والتغوط والسمع وفتح العيون وإغلاقها يعلم يقينا أن الحواس المادية وحدها هي المشغولة بأغراضها، وأنه لا علاقة له بهذا الأمر. من يقوم بواجبه دون ما تعلق واهبا الجزاء للرب العظيم لا يمسه الذنب، تماما كما لا يلمس الماء أوراق زهرة اللوتس. يعمل اليوغيون بالجسد والعقل والفطنة وحتى بالحواس، مهملين التعلق في سبيل التصفية فقط. تصل النفس المثابرة على الانقطاع إلى السلام الخالص لأنها تهبني جزاء عملها، بينما المنقطع عن الله والطامع بثمرة عمله يرتهن بها. عندما يتمالك المتجسد نفسه ويزهد فكريا في كل الأعمال، فإنه يقطن بسعادة في مدينة البوابات التسعة، لا يعمل ولا يسبب عملا. إن النفس المتجسدة سيدة مدينة بدنها لا تخلق فعلا ولا تحث غيرها على الفعل، كما لا تخلق ثمرة عمل، بل الشواكل المادية هي الفاعلة. كما ليست الروح العليا مسؤولة عن سيئات وحسنات عمل أي كان، لكن النفوس المتجسدة مفتونة بالجهل الذي يحجب أصالة علمها. لكن عندما يستنير الإنسان بالعلم الذي يمحق الجهل، يكشف علمه كل شيء، كما تكشف الشمس كل شيء في وضح النهار. عندما تتأصل فطنة الإنسان وعقله وإيمانه وملاذه كلها في الله، فإنه يتصفى تماما من كل الهواجس بالعلم التام، ويخطو بذلك قدما على درب التحرير. يرى الحكيم المتواضع بفضل العلم الأصيل كل من البرهمن الكيس العالم والفيل والبقرة وآكل لحوم الكلاب بعين واحدة. من تقوم عقولهم على الرزانة والمساواة فقد تخطوا التناسخ. إنهم فوق كل عيب، لا ثلمة فيهم، مثل برهمن وراسخون فيه. من لا يفرح بحصوله على مفرح، ولا يحزن بمصاب محزن، ولا يقع في حيرة أبدا، وذاتي الفطنة وبلغ العلم بالحق العظيم، هو الراسخ في تعاليه. هذا المتحرر لا يميل إلى الملذات الحسية المادية ولا الأغراض الخارجية، بل هو مستغرق في الغيبوبة دوما، في هناء ضمني،
هكذا ينعم محقق الذات بسعادة غير متناهية، لأنه يركز على الحق العظيم. كل الملذات التي تتولد باحتكاك الحواس المادية هي أصل الشقاء يا ابن كنتي. هذه الملذات ذات بداية ونهاية، وبالتالي لا يبتهج الفطين بها. إذا استطاع الإنسان الصبر على دوافع الحواس المادية وغلب قوى الشهوة والغضب قبل مفارقة بدنه الحاضر، هو يوجي ويعيش سعيدا في هذا العالم. إن من سعادته ونشاطه واستنارته داخلية كلها هو الصوفي الكامل بحق، هو المحرر في الحق العظيم ويصله في النهاية. من تخطى الإزدواجية والشك ويبقى عقله مشغولا في الذات والدائب على الأعمال التي تعود بالخير على جميع الأحياء، والذي تصفى من كل آثامه، هو الذي يتحرر في الحق العظيم. إن التحرر في الحق العظيم سهل المنال على من تأصل في الذات وحققها بلجم نفسه عن الغضب والرغبات المادية، مجاهدا دوما من أجل الكمال لدى إغلاق جميع أغراض الحواس الخارجية، وتثبيت العينين والرؤية بين الحاجبين، وتعليق الشهيق والزفير داخل المنخارين. بذا مسيطرا على العقل والحواس والفطنة، يتحرر المتعالي من الشهوة والخوف والغضب. من يبقى في هذه الحالة دوما هو محرر بلا ريب. كون الحكماء يعلمون أنني الغرض الأخير لكل القرابين والرياضات، وأنني الرب الأعلى لكل الكواكب والملائكة، ونافع كل الأحياء ومريد خيرها، يصلون إلى السلام متحررين من براثن الشقاء المادي.